يا سلام، ما لزقش في المغناطيس. سبحان الله. نجرب الميه. ما جبش. احنا ما بنشتغلوش غير في الخام يا عم صادق. وديك اهو غمسته في الميه وما جبش. يعني اصل على ابوه. ايه؟ جرالك ايه يا فهيم؟ ده بيع وشراء. انت هتاخد مني فلوس. فلوس مش ورق. بكيفك يا عم صادق. يا ولدي في شغلانتنا دي لازم انت تشك في صوابع يدك. ايوه، ايش دراك ان رجالتك ما يغشوش الذهب لصالحهم وانت مش داري؟ طب ما انت جربت المايه والمغناطيس. ايه؟ هتغمسه في الخلة عشان تتأكد من لونه اياك. لا خلاص، اكده جبرت. خد يا سيد. ما تغمز الشنطة في المية كلها عشان نخلص. خد عد فلوسك. ها؟ دي نص الفلوس اللي اتفقنا عليها. ها؟ بعد اسبوعين الحاجة توصل لناسها وصلك النص التاني. استبينة؟ استبينة يا عم صادق. ها؟ عدهم براحتك. دي الحاجة معاك تزيد. ها؟ هلو. هلو ورا بعض هلو. ده تلاقيه هاشم. استاذن انا عم صادق. اذنك معاك يا ولدي، تعال اما اوصلك. ادخل يا هاشم، ادخل. كيفك يا خال؟ أنا بخير. إيه؟ فهيم أول لما سمع إنك جاي خد في وشه. أنتوا متعاركين ولا إيه؟ عركة ما هتخلصش غير بالدم. بالدم؟ ليه كف الله الشر؟ أنا اللي عايز أسألك. ليه عملت كده؟ أنا؟ عملت إيه؟ أنت بتتحدث عن إيه بالظبط؟ بتحدث عن ياسين. ياسين؟ أنت ليه بتنبش في القديم؟ ياسين ده موضوع وراح لحاله. ياسين غدر بيك وخد جزاته اللي جد خلاك تفتكره تاني. وإيه دخل فهيم بيه؟ وبعدين الموضوع ده ما كانش فيه حد يعرف عنه حاجة غير أنا وإنت وبس. طب فهيم وأبوه عرفوا إيه رأيك عاد؟ إيه؟ وآدم خابر من زمان، بس لو كان عايز يقول ما كانش سكت طول السنين دي. محدش له مصلحة يعملها غيرك. وأنا إيه مصلحتي في حاجة زي دي؟ نفس مصلحتك في القديم. أنت فاكرني ما عارفش حاجة؟ حقك. ما هو اللي فيه ده ما بيبطلهوش. إحنا كان في بيننا شغل وعهد، وأنت خنته. سرقت أنا وياسين وبفلوسنا فتحت مطعم. ولما ياسين كشفك وقعتني فيه. قلت لي انه شاكك فيه وناويلي على الغدر، ورحت من الناحيه التانيه خليت حد يضرب علي نار، وفهمت ان ياسين هو اللي كاريه. مليت وداني بكلامك وخليتني اشك في عز اصحابي، وهو ملهوش ذنب. انا عارف من بدري ان انت اللي ورا كل القرف ده. بكفاياك تخريف. كفاياك انت ملاوعه. حقيقتك بانت خلاص من يوم ما عرفت وأنا واخد عهد على نفسي لدوقك يا خالي من نفس الكاس. حلفت لأحرمك من كل حاجة تملكها، حتى مروة بنتك مش هسيبها لك. قسماً بالله لو ما كنت خالي ما كان زمانك لسه عايش. أنت بتهددني يا هاشم؟ بتهدد خالك؟ عين الدهب وقت الفلوس، خلينا نمشي عشان المكان ريحته معطمة. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.